دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن وضع خطة لمتابعة آلية توزيع لقاحات فيروس كورونا، وده في إطار حرص القيادة السياسية على التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره ضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. الحقيقة موضوع اللقاح وموضوع يعني الحقيقة بداية يعني إنه اللقاح يبتدى يتوزع على دول مختلفة، وطبعا كانت مصر أول دولة إفريقية وتاني دولة عربية يصلها هذا اللقاح. ناس كتيرة عندها تساؤلات، ناس كتيرة عندها أسئلة عايزة إجابات عنها، عشان كده شرف جدا يكون معنا عبر الهاتف دكتور عمر فتحي استشاري القلب والأوعية الدموية، وأيضا دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس. صباح الخير. صباح الخير يا دكاترة. صباح الخير يا فن. صباح الخير دكتور أشرف. صباح الخير، أهلا وسهلا. سامعني يا دكتور؟ سامع حضرتك. أهلا صباح وسهلا. الخير على حضرتك. أهلا وسهلا. يعني كتير قوي من الناس عندها تساؤلات مع بدء انتشار اللقاح في دول كتيرة، وناس كتيرة قلقانة، طمنا أكتر. في البداية لازم نقول إنه منذ بداية الجائحة لم يكن هناك وسيلة فعالة حقيقية نقدر فيها ان احنا نمنع انتشار المرض، وكانت الوسائل المتاحة هي وسائل الوقاية اللي احنا بنستخدمها من غسيل الايدين ولبس الكمامة والتباعد الجسدي. لكن العالم كله كان بيبحث عن وسيلة فعالة للوقاية، والوسيلة الفعالة هي طبعا في اللقاحات. اللقاحات الحقيقة كان البحث عليها لسبب مهم لعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي مرة أخرى، إلى جانب منع انتشار المرض والوفيات وتقليل الإنفاق على المرض والمستشفيات والظروف اللي احنا بنعيش فيها. وبالتالي اللقاحات هي فرصة جيدة لأنها تمنع إصابة الأصحاء، وطبعا لانه العالم كله كان مهتم في مراكز الابحاث في العالم، وشركات الادويه كانت بتبحث عن هذه اللقاحات، ونتج فعلا عن هذه الاجراءات والابحاث العلميه اللقاحات المتاحه حاليا. وهذه اللقاحات يعني كانت فعاليتها الى حد كبير جيده، يعني وصلت في معظمها الى حوالي 90%. وده بيدي فرصة طبعا إلى أنه يمنع انتشار المرض ويقلل من أعداد المصابين. طيب دكتور أشرف، يعني فكرة الفئات المستحقة من المرضى لهذا يعني بشكل تتابعي، او يعني الاكثر يعني استحقاقا، يعني اللي يستحق الاول على الترتيب وفقا للأولوية، يعني في رأي حضرتك هل اللقاحات اللي موجودة دي ممكن تكفي ده، ولا احنا محتاجين مزيد من هذه اللقاحات، ولا فكرة الترتيب نفسها بتتوقف على ايه؟ في حالات بتطرأ بتظهر فجأة، يعني مبادرة زي اللي عملها سيادة الرئيس بتاعت 100 مليون صحة، يعني بينت ان في ناس عندها مثلا مرض السكري اللي هو السكر، ناس عندها مشكلة في القلب، عندها مشكلة في المناعة بأي شكل من الأشكال، فطرأ علينا جديد، هل احنا عندنا قاعدة بيانات بتحدث بشكل دائم عشان خاطر الناس كلها تستفيد وفقا للأولوية اللي وضعها وزارة الصحة في رأي حضرتك؟ في البداية طبعا كل العالم الحقيقة بيبحث عن وسيلة وقاية، وبالتالي احنا 8 مليار انسان موجودة على سطح الكرة الأرضية، فتطعيم 8 مليار شخص شيء صعب جدا، وبالتالي بدأت تحط المنظمات المهتمة بصحة الإنسان بعض الأولويات. الأولويات دي كان فيها الأول الناس الأكثر تعرضا للإصابة، وهم دول الناس اللي بتحمينا المنظومة الطبية من أطباء وعاملين داخل المستشفيات. كمان اتحطت أولوية تانية للأكثر تضررا، والأكثر تضررا هم كانوا كبار السن والناس اللي بتعاني من الأمراض المزمنة. احنا الحقيقة من خلال مبادرة 100 مليون صحة قدر يكون عندنا قاعدة بيانات رائعة جدا في مصر بتعرف من هم المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب المشاكل الصحية. صحيح يا دكتور. يعني نتيجة مبادرة 100 مليون صحة وما تم فيها انه بقى عندنا قاعدة بيانات بنعرف منها. صحيح دكتور أشرف، اسمح لي كمان، معنا دكتور عمر فتحي استشاري القلب والأوعية الدموية، وسؤال سريع كده لدكتور عمر، و هل مخاوف الناس فيما خص اللقاح، حضرتك شايف انها مخاوف مشروعة يا فندم؟ هل الناس يعني كانوا الاول خايفين من المرض ودلوقتي بدأوا يقلقوا من اللقاح، وهل ده كان بيحصل عبر التاريخ القديم لما كان بيحصل اي نوع من الاوبئة؟ هل المخاوف دي طبيعية ومشروعة؟
أهلا بحضرتك أولا، وصباح الخير على السادة المشاهدين في مصر. في البداية عايز أوضح إن في الجدل دلوقتي بسبب اللقاحات هو السوشيال ميديا، وبسبب إن الناس يعني كلها نصبت نفسها أطباء، كلنا بقينا يعني حاليا متخصصين، أي فرد معين مش تخصصه بيتكلم في اللقاح بيتكلم عن أضراره، لكن فعلا اللقاح ده يعني جه في وقت مناسب زي ما بيقولوا، وخاصة اللقاح الصيني اللي هو فكرته فكرة بدائية وبسيطة جدا وتقليدية ذات تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحصبة وغيرها. صحيح يا دكتور، صحيح. تمام، بنشكر حضرتك دكتور عمر فتحي استشاري القلب والأوعية الدموية، وأيضا دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس.